المزيد عن الحديث عن توت عنخ آمون وعن الاكتشاف الأبهر اللي يمكن كل شوية أو كل عام بنحتفل به كما ذكرت لحضراتكم، ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور طارق توفيق مدير المتحف المصري الكبير. دكتور أهلا بحضرتك يا فندم. يمكن يا فندم خليني أبدأ من الآخر. احنا عارفين إنه في المتحف المصري الكبير دلوقتي في جناح خاص بكل مقتنيات توت عنخ آمون، ازاي يا فندم هيتم او ازاي هنستفيد من هذا الإبهار وهذا الجمال كله والحاجة الخاصة جدا بينا؟ آثار الملك توت عنخ آمون ما كان يعرض منها حتى الآن منذ الاكتشاف حوالي 1800 قطعة فقط، ولكن المقبرة تم الكشف فيها عما يزيد عن 5400 قطعة. لأول مرة المتحف المصري الكبير هيعرض ال 5400 قطعة كاملة. ده يعني إن توت عنخ آمون سيعرض بشكل جديد تماما، وسيبقى منوط بالملك توت عنخ آمون إن هو يأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن 3500 سنة إلى زمن الأسرة ال 18. بما معناه إن تناول الآثار الخاصة بالملك توت عنخ آمون، أسلوب عرضها، القصة المحيطة بها ستكون مختلفة تماما عما هو موجود حاليا في متحف التحرير. ده يا فندم ده اللي اتعرض أقل من نص بكتير في الوقت الحالي بكتير، يعني نتكلم بالفعل، لأن كان التركيز على الذهب والمذهب، ولكن هناك الكثير من القطع التي تكشف عن جوانب من الحياة اليومية للملك توت عنخ آمون وحياة فرعون في مصر القديمة لم يتم عرضها من قبل. طب في الإطار ده يا دكتور، إيه أبرز القطع اللي لم يتم عرضها واللي حضراتكم هتعرضوها إن شاء الله في المتحف المصري الكبير في جناح خاص؟ يمكن من أهم الأشياء كل ما يتعلق بملبس الملك توت عنخ آمون ومأكل الملك توت عنخ آمون، يعني كل الحاجات اللي هو كان بيلبسها، بيلبسها يا دكتور؟ سواء إذا كنا بنتكلم عن الأغذية، كان بيلبس أغذية زي الجلاليب، كان بيلبس صنادل منها ما هو للحياة اليومية العادية معمولة من الجلد، ومنها ما هو للاحتفالات كانت معمولة من الذهب. هناك أيضا بالنسبة للأكل بتاعه كان بياكل إيه، والبقايا بالفعل تم الكشف عنها داخل المقبرة. الحلي، احنا دايما بنشوف الحلي الذهبي فقط، طب ده ما كانش بيستخدم الا في الاحتفالات او كان ليه دور جنسي يعني بعد ما الراجل ما بيموت، ولكن هناك حلي اخف كثيرا كان بيستخدمه في الحياه اليوميه. ده هيعرض وده لم يكن يعرض من قبل. انا عايز اسالك، هل يزال عمليه الترميم شغاله في مقتنيات او على مقتنيات توت عنخ امون، وحاله الحاجه ايه يا دكتور؟ حالة آثار الملك توت عنخ آمون جيدة جدا، ولكن نظرا لأن متحف التحرير كان متحف بني في القرن الماضي، فبالتالي بيئة العرض بتاعته كانت غير مناسبة في الزمن الحالي لعرض هذه الآثار، كون معظمها آثار عضوية. يعني إيه عضوية؟ يعني معظمها من الخشب المذهب او الجلد او من الاقمشه، فبالتالي دي محتاجه بيئه خاصه. المتحف المصري الكبير سيقدم البيئه التي بمشيئه الله ستسمح باطاله عمر هذه الاثار لتتمتع بها الاجيال القادمه. من جهه اخرى هناك قطع كانت تعرض من دون الإطار التاريخي والقصصي بتاعها، فلما هتوضع في الإطار التاريخي والقصصي بتاعها هتدي معاني مختلفة خالص، والزائر هيحس إن هو بيفهمها على طول. صحيح. إحنا أنجزنا كام في المية تقريبا يا فندم من ترميم المقتنيات؟ المتحف المصري الكبير وصلوا حتى الآن حوالي 4500 قطعة من آثار الملك توت عنخ آمون. ده لسه في قطع لم تصل.
ما هي القطع اللي لسه موجوده في متحف التحرير حتى الان. ايوه اللي معهوده واللي هيتم نقلها قبل الافتتاح بفتره وجيزه. ولكن الاثار اللي وصلت ال 4500 تم بالفعل ترميم وصيانه 4200 قطعه منهم اصبحت جاهزه للعرض. القطع اللي موجوده في متحف التحرير نسبه كبيره منها هي من اثار الملك توت عنخ امون الذهبيه، وهذه الاثار ميزتها انها لا تحتاج الى ترميم وصيانه كثير، تحتاج الى بعض التنظيف وتكون جاهزه للعرض. كل ما يتعلق بالترميم وتجهيز مصريين شغالين عليه يا فندم. بنسبه 100% كل الترميم يتم بايدي المصريه، وبيخرج الشباب المرممين المصريين ايضا الى الخارج في معارض عالميه بيعرضوا فيها خطط الترميم للقطع الدقيقه او المعقده، بحيث ان احنا بناخذ ايضا الراي والخبرات العالميه وبنستخدمها في عمليه الترميم، ولكن الترميم نفسه يتم بايدي المصريه خالصه. وفي الحقيقه حاليا مع كثره زيارات الخبراء للمتحف بيحظى باحترام واعجاب مرممي العالم كله. انا عايزه اسال حضرتك بقى، احنا وصلنا لفين يا دكتور بالنسبه للمتحف المصري الكبير؟ احنا المتحف بحمد الله تم الانتهاء في الانشاءات من حوالي 85%. بالنسبه للاثار، مركز ترميم واستلام الاثار وصلوا بالفعل 45,000 قطعه، اترمم منهم واتعمل صيانه ل 40,000 قطعه. البتارين العرض بدات تصل الى مصر، القصر الملك توت عنخ امون، وهي التي تحتاج الى معدلات بيئيه معينه للحفاظ على المواد العضويه. فبالتالي المشروع يسير على قدم وساق. بس يا دكتور تسمح لي، احنا كده متاخرين في المرحله الاولى، افتتاح المرحله الاولى. طبقا لتوجيهات فخامه الرئيس اللي اعلنها في شهر ابريل الماضي، لن يكون هناك مرحله اولى، ولكن سيكون هناك بمشيئه الله افتتاح كلي للمتحف بكل قاعاته في عام 2020 بمشيئه الله. ان شاء الله، وكل التوفيق. وبشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا على وجودك معنا. دكتور طارق توفيق، مدير المتحف المصري الكبير.